السلام عليكم. فيديو جديد، كنتمنى تكون احوالكم بخير. بالنسبه للفيديو ديال اليوم غادي نهضر لكم على لي ماتيير ا بريباري. فيليسيتاسيون بعدا للناس اللي تقبلوا باش يدوزوا لونتروتيان اورال ماستر مانجمنت اي كوميرس انترناسيونال. بزاف منكم ما عارفينش لي ماتيير ا بريباري لهاد الماستر، فهاد لا فيديو غادي نقولهم لكم على بركه الله، وغادي نعطيكم بعض النصائح اللي غادي نفعكم باش تدوزوا لونتروتيان اورال. على بركه الله نبداو لا فيديو ديالنا. السلام عليكم. فيديو جديد، كنتمنى تكون احوالكم بخير. بالنسبه لهاد لا فيديو غادي نهضر لكم على لي ماتيير ا بريباري اللي غادي تدوزوا بهم لونتروتيان اورال. كما كتعرفوا بالنسبه لي كيسيون اللي كيطرحوا في لونتروتيان اورال عندنا جوج ديال لي تيب دو كيسيون، دي كيسيون كلاسيك او لا تيبيك اي دي كيسيون دو سبيسياليتي. بالنسبه لي كيسيون تيبيك ما غاديش نعاودهم لكم حيت ديجا شرحتهم في هاد لاشين نيت، شرحتهم. غادي تدخلوا لاي اونتروتيان الى شفتو في العنوان اونتروتيان ديال لاكسي او ماستر، واخا شفتو لي سبيسياليتي مختلفه ولكن لي كيسيون تيبيك راه كيبقاو لي ميم. غادي نقولهم لكم بشكل اللي هو مختصر. المهم في لي كيسيون تيبيك كيكونوا كيسولوكم على العلاقه بين البي اف او اللي درتو وهذا الماستر اللي اختاريتو، ولا بريزونطاسيون كيقولوا لكم بريزونتي فو، كيقولوا لكم شحال من ماستر اختاريتو وعلاش بالضبط هذا الماستر ايتترا. غندوزو لي كيسيون اللي مهمين اللي هما لي كيسيون دو سبيسياليتي او لي ماتيير ا بريباري. المواد المهمه في هذا الماستر، رغم انه ما كاينش شي ماده ما يمكنش يتسول فيها في الماستر كيلكو سوا ديك لا ماتيير، حيتاش بارفوا كيكونوا لي جوري اللي كيدوزوا ليكم الماستر كيكونوا ما عندهمش العلاقه بداك الماستر. ممكن واحد الاستاذ كيقري الدروه وجابوهكم جوري راه غادي يسولكم على لا سبيسياليتي ديالو اللي هي الدروه. الوغ بالنسبه للي ماتيير المهمين بزاف اللي هي الماناجمنت دي زورغانيزاسيون اللي قريناها حنا كوم ماناجمنت اس 1 اس 2، عندنا الكوميرس انترناسيونال نعرفوا عليه لاكتياليتي ديالو و سي لاكتياليتي ديال المانجمنت او الكوميرس اون جينيرال. كيتحطوا ايغالمون في هاد الماستر دي كيسيون، كيطرحوا دي كيسيون ديال على الفيسكاليتي، ولكن كيكونوا بيان سور دي كيسيون اون جينيرال على لي اس او لي او لا تي في ا، ما كيكونوش دي كيسيون اللي هما بريسي ولكن اون جينيرال، يعني نعرفوا غير لي باز في كل ماشيير، ماشي بالضروره نفهموا كاع لا ماشيير ونفهموها بطريقه اللي هي الميتريزيوها، ولكن نعرفوا شنو هما لي شوز لي برينسيبال. وسي راجعوا الميكرو ايكونوميك، يعني شوفوا لا نوسيون ديال لي ليكونومي ديشي، لا نوسيون سي دو رونتابيليتي، ليوتيليتي توتال. راجعوا الماكرو، ممكن يسولوكم على لي تو دو شوماج ديال لانفلاسيون لا كرواسونس ايكونوميك، يسولوكم على لا فالور اجوتي، ويسولوكم على البي اي بي ممكن ديال 2020 حيت ديال 2021 لي طو ديالو مازال ما خرجوش. يعني ممكن يسولوكم على لو طو شوماج ديال 2020، لو طو دانفلاسيون، ولا كروسونس ايكونوميك، او لا البي اي بي. ماركتين اوسي لي نوسيون على سيغمونتاسيون سيبلاج، لا ميثود سوات، بيستيل، لي سانك فورس دو ميكايير بورتر، لاناليز اكسترن اون جينيرال. يعني هنا لي نوسيون مهمين بزاف، ممكن يسولوكم تلقاو دي جوري سبيسياليزي في الدغوا ولا على سبيسياليتي ديالهم هي الدغوا، يسولوكم على دغوا دي زافير، دغوا دي سوسيتي، دغوا كوميرسيال. المهم اون جينيرال المواد اللي كيبانوا ليا مهمين بزاف مانجمنت اس 1 اس 2، ماركتين، مانجمنت استراتيجيك، ماركتين استراتيجيك، و ميكرو ماكرو، و الكوميرس انترناسيونال راه مهم بزاف تعرفوا عليه مجموعه ديال لي زانفورماسيون، رغم انه كاين فيكم طلبه لي دافعين وعندهم ليسونس في الجيستيون وما قاريينش الكوميرس انترناسيونال، ولكن هذا ما كيتعتبرش ان فرا. غادي تراجعوا الماكسيموم وتجمعوا مجموعه من المعلومات على الكوميرس انترناسيونال ولا كتياليتي ديال الكوميرس انترناسيونال والاهميه ديالو والدور ديالو. او بون شونس اي بون كوراج. بعد النصائح للناس اللي غيدوزو لونتروتيان اورال في اي ماستر كيلكو سوا لو ماستر، سوا اونتروتيان اورال في الماستر وحتى ليسونس بروفيسيونيل اي اونتروتيان، اول حاجه ايفيتيو هاد لو ستريس، يعني ما تستريساوش بزاف حيتاش ممكن يتعطاكم سؤال تكونوا عارفين لا ريبونس غير بسك ستريس ما تعرفوش كيفاش تجاوبوا، يعني غات ايفيتيو لو ستريس لو ماكسيموم بوسيبل، وداك لو تراك راه هو اللي كيخرج علينا. تاني حاجة
فاش تعطاني لا كيسيون ونكون انا عارف لا ريبونس، ما نتحمسش بزاف ونعطي بزاف ديال المعلومات حتى نخرج على الموضوع. والا انا الا تعطاني واحد لا كيسيون ناخد واحد 3 سكوند نغيفليشيها في راسي، نفكر فيها مزيان ومن بعد نجاوب بطريقه اللي هي سلسه، ومن الاحسن يكون الجواب ديالي بسيط والاجابه ديالي تكون مختصره. كيما قلت لكم راه ممكن تجيكم اون كيسيون اللي منتوما اصلا ما عارفينش لا ريبونس، او اللي عارفين فيها غير 10% ولا 20% ولا كاع ما عارفينهاش. المهم نصيحه ديالي ليكم، حيتاش ممكن البروف اللي غادي يعطيكم لا كيسيون تكون لا سبيسياليتي ديالو مثلا لانفورماتيك، ويعطيكم دي كيسيون في لانفورماتيك ومنتوما ما راجعتوش لانفورماتيك. ممكن يكون لا سبيسياليتي ديالو الدروا يعطيكم دي كيسيون في الدروا. يعني في لوكا ديالي انا تعطاتني اون كيسيون اللي انا ما عرفتش لا ريبونس، وعرفت 21% في لا ريبونس ومازال ما متاكداش في ديك 20%، ولكن هاد الشيء ما خلانيش انني نستسلم ونقول لا ما عرفتش شنو غادي نقول الجوري ونبقى ساكته. نو، حيتاش بارفوا داك الجوري كي ما كيعطيكش واحد لو طون اللي هو كافي، فاش كيشوفك ساكت كيقطع عليك لابيل، خصوصا الا كان لونتروتيان هنا هكا في لي زابليكاسيون ديال زوم ولا الجوجل ميت. مهم ما تسكتوش، يعني الا كانت عندك واحد 10% ديال لا ريبونس او اللي عندكم غير شويه ديال المعلومات على هذيك لا كيسيون اللي تعطاتكم، قولوا واحد شويه ديال المعلومات وسكتوا. ديك الساعه راه الجوري واخا هكاك الا شاف لا كيسيون لا ريبونس ديالك ماشي مقنعه غادي يزيدكم اون اوتر كيسيون. العكس الا كنتو سكتوا راه ما غادي يزيدكم حتى شي كيسيون اخرى، وهكا غادي تسببوا انكم تيليميناو من لونتروتيان. هادو كيتعتبروا دي كونساي اللي انا صراحه كنامن بهم وانا كنطبقهم في الحياه ديالي، وانا غاده بهم هكا غاده بهم كنستعملهم. نصيحة أخرى وأخيرة اللي كنظن هاد النصيحة مهمة بزاف اللي غادي تخليكم تمتازوا من كونديدا لوتخ، هي أن نبين لذاك الجوري باللي أنا بغيت هذاك الماستر، باللي أنا واخا ما قبلتونيش في هذاك الماستر راه العام الآخر غادي ندفع لنفس الماستر، حيتاش أنا انتغسل داك الماستر إكس، أنا انتغسل مانجمنت إي كوميرس انترناسيونال وبغيتو من غيره راه ما كاينش. يعني غادي نقول مثلا انا مون بروجي بروفيسيونيل هو اني مثلا انا مثلا في الكا ديالي ار اش، قلت لهم مون بروجي بروفيسيونيل سي ديتر ان ريسبونسابل ار اش. نتوما غادي تقلبوا على البروجي بروفيسيونيل ديالكم في الماستر اللي دافعين ليه، يعني ماناجمنت اي كوميرس انترناسيونال، شنو نتوما بغيتو تكونوا الا خديتو هاد الماستر ديال باردون ديال الكوميرس. لهنا غادي نكون وصلت للنهايه ديال لا فيديو، كنتمنى تكون عجبتكم وتكون خفيفه ظريفه عليكم، والى عجبتكم ما تبخلوش عليا بلي لايك وتشتركوا في القناه فضلا وليس امرا باش نزيد وتشجعوني نحط لكم دي فيديو جداد. على بروشين اي بون كوراج اي بون شانس بور تو الموند.